احنا كنا هنخش على طول في مصادر المشاكل الأسرية. يعني احنا قلنا انهم ثلاث مصادر: شخصية وثنائية واجتماعية. يعني في سبب ساعات المشكلة تكون الشخص نفسه واحد من الاثنين، يعني او الاثنين مع بعض في علاقتهم، او الجو المحيط بيهم، سواء الحموات تدخل الاسرتين او المجتمع او اصدقاء يدوسوا على البيت انسان. يعني فالمصادر الشخصية احنا نخلص ان شاء الله دول كده بسرعة. انا هقول وانتوا بقى تقولوا يعني ايه غياب الحياة في المسيح. موجود في الكتاب يعني، ما تكتبوش ولا حاجة، بس انا عايز افكر يعني معايا. غياب الحياة في المسيح، اختلاف المشارب، عدم التوافق الزوجي، الغيرة، العناد، المظهرية. يعني ممكن محاولة بسيطة ان دي تبقى حاجات من شخص واحد. فقولولي يعني طبعا مفهوم غياب الحياة في المسيح، يعني لو واحد من الاثنين ملوش حياة روحية هتحصل مشاكل 100%. الانيال لو كانوا ايه لان احنا الدايرة دي اللي بنرسمها دايما، واللي اعتقد ان انا الواحد كان بيرسمها كده من مخه، وبعدين طلع ان ده فكر ابائي قديم، ان لو انت عندك الزوج والزوجة دايما طول ما هم على المحيط بعاد عن بعض، عشان اقربهم بعض هات الزوج والتاجي بيه ناحية ايه مركز، والتاني برضو ايه تاجي بيه ناحية المركز. كل ما هو السهم كده كل ما بيقربوا من بعض، بس بيقربوا لكن في المسيح يتحد. اول ما يتقلب السهم بقى يبعدوا عن المسيح، تبص لهم ايه بعدوا عن بعض. يعني هي يعني نظرية بسيطة جدا لكن صعبة جدا في تطبيقها، ان الانسان يعني فعلا يكون في المسيح. لو كان في المسيح مظبوط، لو ده بيت مسيحي مظبوط، ما يحصلش فيه مشاكل. يحصل مشاكل الصبح تخلص بعد الظهر، يختلف الصبح يصلح بعد الظهر، لكن لو ما فيش المسيح تتفاقم الامور. ليه؟ كل واحد بقى عايش في الانا بتاعته. ما هي هنا الانا احيا ها لا انا بل فلا خلاص، ما دام ارتد الى الانا بتاعته ما فيش فايده. ما دام في صراع انوات، يعني انا زاد انا او ذوات، الذات بتصارع مع الذات لانهم بعاد عن بعض. لكن لو جم كل واحده توحدت بالمسيح مش هيصار. فدي بديهيه بسيطه جدا جدا لكن خطيره جدا جدا، ومش منفذه تقريبا في اغلب البيوت، انهم يبقى لهم في البيت حاجه اسمها المذبح العائلي، يصلوا مع بعض، يقروا الانجيل مع بعض، ونقول لهم في الجواز ويقول لك طبعا وبتاع، وتاني يوم ناسي خالص. بنقول لهم دايما كده يا ريت اللي خصوصا بعد العشاء مثلا، ده المتمرد جه ماجد بعد العشاء نقول لهم يا ريت تقفوا بعد العشاء قبل ما تشيلوا السفره، لان انا عارف مجرد ما تفركشوا ده جري على التلفزيون، وده جري على الكمبيوتر، وده جري على المذاكره، وجري على الشارع تاني وحاجات زي كده. لكن بعد ما نخلص العشاء نروح واقفين كده ونصلي لغايه على الاقل ما يظبطوها، يعني وياخدوا عليها يقفوا يصلوا فلنشكر وارحمني، ولو قدروا جدعان يقولوا يا رب جميع ما اخطانا به اليك. ده لغايه ما يعملوا يعني بانكشواليتي، يعني انتظام. بعد شويه بقى يقدر يقولوا ايه طب ما نقرا اصحاح، واحد من الولاد يقرا اصحاح، خصوصا لو الولد الصغير، اقرا حبيب واحنا نسمع. لو في دي مش ممكن يحصل خلاف في الاسره، لان هيحصل بس هيتحل، لان هنبات مع كنينين في ليله، في طرف ما صلاش، في طرف هرب وما جاش، من الزعل متخاصمين مكسوفين وحطوا شوف وش بعض. يعني لا شك ان ده حتى في الانجليزي اسمه السيمنت، اللي هو الاسمنت بتاع الاسره. ما يعني مش عارفه اسيبها، لاني زعلان انها مش يعني ايه مش مطبقه، ونفسي انتوا تبقوا كده بقى ان شاء الله، يعني بعد عمر طويل لما تتجوزوا ده اذا حصل اصلا، يعني يبقى تعملوا كده، صلوا مع بعض
تقروا الانجيل مع بعض، تتناولوا مع بعض، ناخد البيت كله، اسمه المناولة المشتركة، مثلا مرة في الشهر يوم الجمعة الاولى حاجة زي كده، كلنا رايحين نتناول في الجيل. الاب وام يسألوا ولادهم لما تكبروا كده، اسألوا ولادكم انت تناول، اعترفتي يا بنتي، اعترفتي يا ابني، لا اعترف، احنا يوم الجمعة هنتناول، وحاجات زي كده. يعني يصوموا في البيت مع بعض، يبقى ريكوردر شغال على تراتيل، على الحان، الشرايط الفيديو اللي جايه من الكنيسه، الشرايط اللي ابتدت تبقى متاحه ما كانتش موجوده زمان بتاعه القديسين وغيره، تفرق كتير جدا ايه اللي انت رسبته في عقلك وانت صغير عن يعني ما فيش شك، يعني كلكم اللي خلاكم في الكنيسه انكم طلعتوا في بيت مسيحي حلو، مهما كان بيبقى فيه مشاكل لكن كان فيه جوهر مسيحي حلو، خلاكوا حبيتوا الكنيسه، حبيتوا ربنا، حبيتوا الحياه في المسيح. البيت دعامه الاولى، لان انا عشان الولد يجي لي الكنيسه بيجي لي سنه 3 4 سنين 5 سنين على الاقل، انا 5 سنين مش عارف اعمل فيه حاجه، بيكون خد من ابوه وامه حاجات كتير جدا 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 في ال5 سنين دول، لان انتوا عارفين ودي قلناها كتير، ان انت في اول سنتين، سنة وسنتين بتربي حاجة اسمها الثقة، الثقة في نفسك وفي الاخرين نتيجة الحنان اللي خدته في جو الاسرة. لو ما خدتوش في سن سنتين بتطلع اجريسيف وعدواني وتاخد وقت عشان تصلح نفسك. من 3 ل5 بيسموه سن الاستقلال، مرحلة الاستقلال، لانك انت بتبتدي بقى عندك سنان ولسان ورجلين، مش كده؟ سنان يعني ايه سنان؟ ياكل، ما عادش يرضع ويقعد برضه، وايه؟ ولسان يعمل ايه؟ يتكلم، يعمل كوميونيكيشن مع الناس، ورجلين يتحرك ويشوف ناس تاني، فبيستقل عن ابوه وامه. ولو ما ترباش على الاستقلاليه من سن 3 ل5 فعلا بيبقى ابن امه وهي بنت امها، وهتيجي مشاكل الحموات اللي بيتكلموا عليها دي نتيجه الترسبات النفسيه في السن الصغير ده. اذا كنتوا تحبوا بسرعه افكركم بسرعه خالص، ان احنا بنقول لما بيروح ابتدائي، عشان كده لازم الولد يروح حضانه حتى لو انت ست بيت، في الحضانه بيطلع بره ايه حضن امه ده، ويبتدي يبقى اندبندنت، ما بقاش ديبندنت. ففي ابتدائي بقى بيسموه سن الانجاز، مرحله الانجاز، يبتدي يدرس وينجح وياخد نجمه ويسقفوا له مش عارف ايه، وعرف حساب وانجليزي وكذا كده. بعدين في اعدادي بيسموه مرحله الايمان، هو ده السن، وده كلام بتوع التربيه مش بتاعنا احنا، ايمان. في ثانوي بيسموه مرحله الذات، تكون ذاته بعد النضوج الجسمي. بعدين في الجامعه بيسموه الصداقات الوثيقة، هنا تيجي العلاقات العاطفية وأيضا الصداقات الوثيقة مع نفس الجنس أو حتى مع الجنس الآخر، صداقات نظيفة كويس، يعني إذا كان هيمشي في سكة نظيفة يبقى فعلا في كلية يبقى ليهم أصدقاء وصديقات، إخوات كلهم مع بعض، وإحنا عشنا الكلام ده فعلا في الجامعة يعني. بعدين من سن 20 ولا 22 لغاية 40 بيسموها مرحلة الخصوبة، مش بس الخصوبة الجسدية، ان ده سن الزواج والانجاب، لكن الخصوبة الفكرية، الخصوبة العملية، ابتدى ينمو في الشغل بتاعه، ابتدى ياخد ماجستير دكتوراه، خصوبة الخدمة، هو ده السن بتاع التكريس، ده بقى كاهن، ده بقى راهب، ده بقت مكرسة، ده غيره، سن الخصوبة اكتر فترة عطاء لغاية 40. بعدين فوق 40 بيسموه سن التماسك او الخبرة، خلاص يعني تبقى شخصية تشكلت، مش جمدة ولكن بقى فيها بعض الخبرات او الكثير من الخبرات. فانا بقى لو احنا طولنا في دي، لكن لو ما فيش المسيح وفي مشاكل في البيت ممكن يحصل ارتباك في الحاجات دي، ولكن كل هذه الارتباكات ممكن تصحيحها، لان المسيح بيعيد تكوين الشخصيه ويعيد تربيه، وانتوا في الكنيسه شغلتكم بتعيدوا تربيه الولاد اللي بيجوا لكم، بيجي لك محمل بقى بحاجات عنف، بحاجات مش مستقل، بإحباطات عشان خاطر في المدرسة بيضربوه أو بيشتموه أو يكون نظره ضعيف ومش عارفين أنه نظره ضعيف، فبيقعدوا يقولوا أنت ما تفهمش وحاجات زي كده. أنت دورك بقى بتعمل
re-education للولد. وقدام شوية انت بتعمل في الإيمان بقى ده هنا re-education يعني تربية بديلة في الإيمان، بتدي تسليم المسيحية في الذات هنا، وفي الصداقات بتعمل يعني زي تقول كده العائلة البديلة بيسموها، الكنيسة بتبقى عائلة بديلة ساعات الولد في سن المراهقة، يعني يعاملوه معاملة جافة وهكذا، بيبقى جعان للحنان، فالكنيسة بتديله العائلة البديلة. وطبعا لما بيكبر خلاص بقى ده يبقى تكون ويقدر هو يمشي. مفيش أسرة بدون مسيح، أشطب المسيح يبقى الأسرة بتتدمر فعلا. اختلاف المشارب طبعا دي فاهمينها انتو، اللي هو جايين من بيئتين مختلفتين، التربية دي غير التربية دي، البيئة دي غير البيئة دي، مش معناها ان في بيئة احسن من بيئة يعني، لكن معناها ان في فرق في الطبائع وفي الكالتشر، يعني اللي سموه الكالتشر جاب او ديفرنس، بلاش نقول جاب، فيعني واحد متربي في حي شعبي غير متربي في حي حضري، مش معناها ده وحش ولا ده كويس. ولد متربي في أسرة يعني مثلا أسرة صنايعية وبتاع، ما عرفش يقول له صباح الخير الصبح، ده الولد يعني عمره يقول لابوه مثلا صباح الخير يا بابا، مين صباح الخير ايه يقول ايه واد انت هتعمله زي البت ولا ايه، يعتبرها يعني انها مش خشونة، يعني ايه صباح الخير يا بابا، ده ما يقدرش حتى يقول يا بابا، يقول يابا مثلا، مش كده؟ تفرق كتير. واحد متربي في الصعيد مثلا وسخنته غير متربي في وجه بحر غير، وهكذا. فاحسن لو كانوا الاثنين شويه قريبين في المشارب بتاعتهم، يعني يكونوا من كلتشر متقارب، ما يكونش من كلتشر ايه ديفرنت خالص. من ضمن يعني ما هو جايز المشكله ان في يعني يعني هي بتبقى عايزين تخلوا دي ثنائية حطوها، لكن مش ده المهم. المهم ان دي نقطة يعني اساسية خالص وبنشوفها كتير جدا، هو الفرق في التربية بين الزوج والزوج. عدم التوافق الزوجي مثلا عايز شاي مثلا حبر، صحيت انت؟ الحمد لله طمنت. ماجد مش هتجوز، ما تلاقيه متجوز، لا مش شكله، لا عشان كده منطلق وحر، لو كان متجوز كان عارف ينضبط يبقى تمام يعني. كان قاعد مش ساكت زي الالف، ما هو قاعد جنبك زي الالف. طبعا في حاجات كتيرة جدا جدا، لا ده الزواج هو طريق الخلاص، احنا اتفقنا ان من اهداف الزواج الخلاص. لكن بقى شقاوة الشباب بقى وبتاع كلام بيقولوه برضو، يجي ايه يقع على جدور رقبته ويتجوز برضو. يقول كده يعني. اقول لك واحد قدم بوكيه ورد لواحد صاحبه كتب له ايه في الجواز. هو مسلم، صديقه مسلم، لما عرف انه هيتجوز فبعت له بوكيه ورد في الكنيسة وعليه كده كارت مكتوب عليه ايه، اليوم فقط علمت ان واحدا انضم الى جماعة المغفلين. هو طبعا متجوز يعني. انت موافق على كلام؟ مش عارف هما الاثنين قدامنا هنا اخر محبة، مش عارف البيت. ثلاثة، عدم التوافق الزوجي. طبعا دي ممكن تكون من طرف من الاثنين، وطبعا بتسبب مشاكل لا حصر لها، يمكن لما احنا ليها مش فاكر، اللي هي يعني ما يقدروش يلتقوا اللقاء الزوجي بطريقة يعني جيدة او طريقة سليمة، فدي بتعمل مشاكل كتير جدا جدا، يا اما الضعف معين، يا اما عيب معين في الرجل او في الزوجة تمنع التلاقي، يا اما جهل، وما اكثر الجهل بالحاجات دي، جهل في الاداء او جهل في فهم الاجهزة بتاعت بعض يعني، فهتبص تلاقي يحصل نوع من الشك بنتيجة الجهل
وافتكر لما احنا ان ممكن مثلا الأغشية في السيدات ممكن تبقى جزء منها مطاطي فما يبقاش فيه دم ينزل مش عارف ايه او العكس يبقى مثلا سميك جدا مستحيل انه لازم عملية جراحية ويروح للدكتور وتكتب شهادة معينة. يبقى دي مش عيب في الرجل ده, هو عيب في الغشاء ده انه سميك وصعب الاختراق حاجات زي كده. طبعا دي حاجات لابد انها تدرس وتبقى مفهومة لان ممكن تعمل مشاكل بقى رهيبة جدا جدا, يعني ممكن نتيجة ناحية نفسية نتيجة اجهاد معين يحصل فشل, فتبص لقي الطرف الثاني لو ملوش نعمة ربنا يبتدي يشوشر ويقول كلام فظيع والأسرة الثانية تعرف والدنيا تتبهدل, ويا ما شفنا مشاكل في الحاجات دي. فمن ضمن مشاكل الشخصية اني اما في صعوبة او بشاعة الاداء في الحاجات دي او شكوك على نتيجة الجهل وهكذا. الشك ده طبعا يعني بيبقى موجود وله اسباب كتيرة, يعني يا اما سبب قبل الخطوبة مثلا هي انسانة اجتماعية شوية ومش عارف في الكلية حد حاول يقرب كده يعمل علاقة ارتباط وكلام زي كده بيحصل كتير في الكلية, وبعدين ما مشيتش خلاص وبعدين جالها حد تاني واتجوزها, ويجي واحد ابن حلال بقى من الكلية وقال ايه صغر البت دي مالها يو طب اسأل في الكلية في الكلية زمايلها مش عارف ايه كانت مش عارف واد اسمه ايه, وممكن تحصل شك بقى وتعب فظيع. من عشان كده بنوصي الشابات وقولوا انتوا لاخواتكم الصغيرين الشابات ان التصرفات البسيطة اللي بتتعمل بنوع من البساطة والسذاجة في الكلية من نوع من التجاوب العاطفي ممكن يعقب بعد كده فين في الجواز, ومش هتقدر تنكر. يعني هي هتقول له ايوه في واحد قال لي مش عارف ايه وما بحبك ما بحبكيش, وفيش حاجه تقول لك انا شعرفني ما فيش حاجه انا شعرفني, وتبتدي بقى الايه المشاكل. فممكن من قبل الخطوب هو يعني لو اتقالت بتدي تعمل مشكله 100%, لو ما اتقالتش تعمل مشكله 10% 20%, بس اقدر ارد اقول له لا ايه طب ايه ده ايوه ده في واحد ولد قال لي عايز اتقدم وبتاع ذات ست يعني حصل فعلا تعارف, لكن يعني انا هبقى مقنعه له ساعه ما ارد. يعني ده موضوع انا لو كنت اقوله لك مفيش اي حاجه, يعني في طبعا مطلوب من الطرف السليم في الحته دي انه يبقى له شركة حلوة مع ربنا بحيث انه ما يبقاش متعب في التفاهم, ومطلوب من الطرف اللي قال له انت كذا او انت حصل كذا ان يبقى مقنع بان هو يحسم الموضوع. لكن احنا بنقولها ان الوقاية ايه, وتساعد ان احنا واحنا بنربي شبابنا نقول لهم بلاش. دايما انا بقول البنات كده بقول لهم اوحى الشاب لما يجي يتجوز عايز اطهر بنت, بالذات اوحش الشاب. يعني الشاب الطيب بتاع الكنيسه ممكن يعني يعدي كده ويقول لك مسيح سامح ما انا سامح برضه, لكن لما يكون ولد شقي يرى الشقاوه في كل البنات فيبتدي يبقى مرعوب وخايف وعايز واحده يعني ايه. نعم ما انا عارف بس الانسان انسان ما صح. لكن لو جه واحد قال له كلمه بتعتمد على الشخص نفسه طبعا, هل دي قدرت تهزه ولا لا, وبعدين بتعتمد على لو صارح بيها شريك حياته هيقدر يقنعه انه ينسى الموضوع ولا لا. بس انا بقولها ان من اسباب الشك ما قبل الخطوبة من اسباب الشك, وبعدين من اسباب الشك اثناء الخطوبة, ودي بتيجي من اثناء خطوبة بسببين, يا اما بالحديث عن الماضي يا اما بالتبسط في العلاقة, الاثنين يجيبوا شك. الحديث عن الماضي يعني يقعد يسألها او هي تسأله في لحظات من النشوة
وقدامهم العصير وهم في كازينو ولا مش عارف ايه على البتاعة وانا اول واحد في حياتك وانت اول واحدة وكلام اللي ود ولا يجيب ده. قولي لي طيب حصل ايه؟ طب ويعني وحصل ايه بالظبط يعني؟ لا يدوبك مش عارف ايه وحاجات زي كده. طبعا على طول يقلب الترابيزة. وهي للأسف ان الرجل الشرقي بيدي نفسه ايه بقى الغفران الكامل. عندهم قدرة لانهم يغفروا لنفسهم والبعضهم كرجالة لكن ما يغفروش لمين؟ للمرأة. فعايزة فالحديث عن الماضي مش كويس. كمان التبسط مش كويس لان لما بيحصل تبسط بين الاثنين ممكن رغم ان يعني بيبقى في قبول للفكرة نتيجة ضعف الجسد في قبول هذه البساطة لكن ممكن لما يقعد لوحده يبتدي يفكر ايه ده بقى ايش معنى وبتوافق ليه ومش عارف ايه يعني ساعات يجي الشاب يقول له يا اخي انت اللي ضغطت عليها. يقول لي لا يا سيدنا لا لا لا. اقول له ايه؟ يقول لي ايوه انا ضغطت لكن طريقتها في الاستجابة لا 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 مش وقت. صحيح يعني مساكين البنات معاكم يا فدي دي بتجيب ها ما صحيح. لا البنت مظلومة كتير يعني أنا لسه لما في امريكا بقى الرجالة هم المظلومين في جمعيات دلوقتي اسمها حقوق الرجالة. انا بكلم جد وابونا بنيامين عارف دلوقتي عندهم برا في امريكا مشكلة يعني الرجالة عيني خلاص راحوا خالص والاستنساخ هيكمل عليهم مش عايزينهم. من ضمن بقى الشك كمان الخطوبات السابقة. من ضمن الشك كمان غياب الزوج فترة يبتدي برضو. وبعدين من ضمن الشك كمان تبسط الزوجة مع الآخرين أو تبسط الزوج مع الأخريات. كل دي ساعات بتجيب شك يعني. من ضمن أسباب الشك الوشايات. الوشاية ها العاب بيحب يعملوا خير زي حالاتك كده يا مريم. رويتر بس رويتر بتحاول تقول الحقيقة لكن ده بقى عايز رويتر حلالة. فدي بتعمل مشاكل كتيرة خالص يعني. الغيرة بقى طبعا الشك ده يروح لو هو ابن المسيح كويس. لو هو واثق من نفسه كابن المسيح وكزوج صالح. لو هو عنده روح الصفح الحلوة ان يعني يقول ويه يعني حتى لو حصل حاجة ما انا بغلط كل واحد غلط. ويبقى عنده قدرة الصفح زي ما بيصفح عن نفسه بيصفح عن غيره زي ما المسيح غفر له يغفر لغيره. يفترض فعلا الخطأ ولا ويمسحه. طبعا دي قدرة روحية عالية خصوصا. لكن تمشي مع الشكوك الخفيفة. لكن لما تكون شكوك بقى قوية برضو التجربة بتبقى صعبة. فيحتاج الامر ان الواحد يعني يبقى اكثر روحانية عشان يقدر يصفح ويقدر ان الحاجات دي تتمسح خالص. انما يا ريت من الاساس ايه ما نخلاش تحصل لا بعلاقات قبل الخطوبة ولا بتباسط او تذكر للماضي في بعد الخطوبة ولا لتسيب بعد الزواج وتبسط مع الناس بعد الزواج. لا انت ايه ده ابن عمي ده انا زي الاخوات متربيين مع بعض. ممكن واحد مثلا ايه كانوا مثلا ابن عمها اول ما يجي يسلم عليه يقبلها ولا بتاع مثلا وهم عيال مثلا كانوا يعملوا كده ولا مثلا او عمها او خالها صغير او بتاع. لكن ديك بقى يخلي بقى يكون صعيدي سخن يخلي بقى. فطب خلاص انت كمان يعني طبعا برضه ابونا بنيامين عاش في امريكا. امريكا يسلموا دايما الناس يقبلوا بعض يعني ما عندهمش المشكله دي يعني وحتى ممكن لو الواحد ما خدش باله البنات ممكن مع الكاهن يروح عاملين كده يروح رامين نفسهم زي ما يرمي نفسه مع ابوها مع عمها مع اي حد. فاحنا طريقتنا في السلام على البنات روح يروح عامل كده يعني كده
يعني تحس بقى، تحس ان بيني وبينها على الاقل 70 سنتي ولا بتاع. هي طبعا تتاخد شويه بعد كده ابتدوا يبلعوها كده اذا كان عاجبهم، لكن الغيره بقى، الغيره يعني هي سببها طبعا ذاتيه وضعف ثقه في النفس. الغيره الشديده بقى يعني ليه غير؟ يا اما منحصر في ذاته جدا وعايز الاستيلاء على المحبوب بحيث ما يبقاش حد يشاركه فيه حتى ربنا. يعني ممكن يتضايق من مراته عشان بتحب ربنا زياده، بتروح الكنيسه كتير، مهتمه بالخدمه، يغير من كده. وممكن يغير من عيلتها انها مرتبطه قوي بعيلتها، وممكن يغير من صديقاتها او اصدقائها، ممكن يغير من ابنه. اظن عارفين الكلام ده مش كده، وحكيناه قبل كده. يعني يحس ان الام اول ما خلفت مهتمه بالطفل وابتدت تهمل جوزها شويه، ممكن يتضايق نفسيا ولا اراديا لا شعوريا، يحس انه اهمل فبيتضايق. شوف لدرجه ايه يعني. ده بس مين ده؟ ده الانسان النفساني بقى. لكن انسان المسيحي الحلو عنده خارج من ذاته لربنا، خارج من ذاته للناس، خارج من ذاته لزوجته ولطفله، مش عايش جوه ذاته. عشان كده اخطر حاجه هي الذاتيه في الموضوع ده، ودي كتيره وموجوده وعايزه صراع روحي. انك انت ما تبقاش انسان ذاتي، ايجو سنتريك، متمركز حوالين ذاتك، ساعتها تاخد الامور ببساطه وتاخد الامور بمحبه، وما بقاش عندك النشفان ده. كمان الثقه في النفس طبعا، انت ما كنت يعني خارج من ذاتك لربنا وللناس بيبقى عندك ثقه في نفسك اكتر. لكن ده بقى لان منحصر جوه ذاته فبيسقط في نوع من صغر النفس، يعني اللي هي ايه، يقول لك هو احسن مني في ايه، هو احسن مني في ايه عشان تدي له الاهتمام ده كله. لما مراته مثلا تدي اهتمام لاي واحد ولا بتاع يبقى متغاظ، هيتجنن بقى، نتيجه عدم ثقه في النفس. فلو كان هو انسان مسيحي بيكون عنده خروج من الذات، يكون عنده نوع من الثقه ان في نفسه بالمسيح طبعا الساكن فيه، فبيقدر تبقى علاقته بزوجته وهي كمان تبقى علاقتها بزوجها كويس. لو لقت واحده قريبته تدلع ولا بتاع، يعني تتغاظ من دلعها من غير ما تشك في جوزها، تتغاظ من دلعها من غير ما تشك. وهو كمان لازم يكون حريص على مشاعر زوجته، وانت كمان كزوجه تبقي حريصه على مشاعر زوجك. تبان الحاجات دي انها بسيطه، لا دي مش بسيطه، دي بتزلزل الانسان من جوه ساعات، ويبتدي يحس يعني ان ايه ده، في ايه اللي بيحصل ده. فالغيره من ضمن اسباب يعني دخلنا في مشاكل زي كده، يعني كان ما كانش في حل غير الباب اللي يجي منه الريح. إيه هو متغاظ من ابن عمك ده، يبقى ابن عمك ده انتهى من حياتك خلاص. ما تقعديش تقولي ايه ده زي اخويا وليه يحرمني منه. يا ستي بيتك اهم، جوزك اهم، لمي الامور. نعم. بحيث ان هي مش تدي فرصه وتقول ايه، تقول لا ده انا هغيظه بقى، ده انا هغيظه بقى، وهو بيتفلفل المنديل. طب ده انا هغيظه يعني، طب غيظيه لغايه ما البيت ايه يخرب. افرض ان هو عنده هذا الضعف الذاتي والضعف في الثقه في النفس، يبقى انت كزوجه حكيمه ما تقوليش بالعكس، ده هي بتدمر البيت وتدمر عيالها نتيجة انها تقولك يعني ايه، انا اللي عايز اعمله انا مش غلطانة، هو بيشك فينا ليه، احنا زي الفل. وانا هو حكاية شك ولا مش شك، ايه المهم ان في شرخ هيحصل وجداني بينكم. حتى برضو ايه، تحتمل ضعف جوزها ان هو الحتة دي بتتعبه، وإلا ما تبقاش فيه محبة حقيقية. نعم. الزيادة دي لازم تريحه، لازم. ليه؟ أصل دي جوازة مسيحيين، بمعنى إيه؟ الحاجة اللي تتعبه لازم. نعم. طبعا شوية شوية لغاية ما ياخد إيه، يريح من الحتة اللي تعبها دي. ليه بقى؟ البديل هو إيه؟ وهذا فيه بيقول لك تريحه يعني تنيحه. الساتور والاكياس على طول.
ملهاش بديل للأسف، ملهاش بديل غير انها تبص للمسيح وتتصرف بحكمة وبهدوء أعصاب وبنعمة لغاية ما تريحوا، لغاية ما تعالجوا. نعم. لا هو لو أنا في أثناء قبل الخطوبة يعني، ولا أثناء حتى الخطوبة، لو غيرة مرضية لا يبقى تسيبه. لا ما أنا بقول شخصية لدرجة لا تعالج يعني، ما أنا مش عايز بسرعة كده أفك الخطوبة، ده شيء طبيعي عند الرجل، وخصوصا لو كان مش روحاني قوي اللي هو حب الاستيلائي ده. ما وهي كمان عايزه كده. طب خلي خطيبها ده زميلاته في الكليه يسلم عليهم بود وضحك وبتاع، تتجنن برضه البنت يعني. ما هي واحد اتنين فيهم الحته دي. فاذا كانت غيره في حدود معقوله مسموح بها خلاص اوكي، لكن لو كانت زياده لا تحتمل لا، يبقى نفك احسن، نفك. نعم. يعني ايه تقصد؟ دي حاجة تاني بقى، هي غيرة بيتك اكلتني دي الغيرة، وحسنة هي الغيرة في الحسنة. على فكرة دي نقطة حساسة يعني، ان انا ما اشوف واحد ماشي مع ربنا اغير منه، بس الغيرة هنا مش معناها حاجة ذاتية، دي حاجة تعلمية، اقول شوف ده احسن مني كتير، يا ريت الواحد يعرف يبقى زيه كده. ما هياش الغيرة التي تدخل في باب الحسد اللي يتمنى زوال نعمة من المحسود، ان انا اقول يا ريت لو يقع في خطية يبقى احسن، اشمعنى انا اللي كده، مش كده؟ فدي الغيرة الروحية، ان انا التعلم من الاخرين، الاقتداء، لكن ما هياش جلس. يبقى واحد المسيح طبعا، ده طبعا، عشان كده دي الفاونديشن، دي الاساس، ده مظبوط، فيش كلام، عشان كده حطينا نمرة واحد وقلت لكم مش عارف اطلع منه، لان كل الباقي ده لو ده موجود كل ده، بس ما فيش حد مش هنلاقيه ده 100% يعني، ده موضوع نمو يعني، انت نفسك ابن المسيح وهي بنت المسيح بتنمو في المسيح، ده ما يلغيش ان في لاجنج يعني، مش نمو 100%. هتتحل، ما فيهاش كلام، بس الواقع عند الاحتكاك تحت سقف واحد تظهر الذات، وتظهر الطبيعة القديمة اللي فينا، وتظهر الرواسب التربوية، تظهر نتيجة التفاعل معها، ان هي مثلا تقول كلمة تزعلني، واخد بالك يعني الحياة العملية، خلينا نقول الحاجات دي ممكن تحصل، ولازم برضو هرجع تاني واقول المسيح هو الحل. مش طاغية، درجة حسب درجة الانتماء للمسيح، حسب درجة وجود المسيح في البيت يعني، تناسب على طول كده يعني. وممكن تبقى مراحل يعني، طول ما المسيح في وسط البيت عايشين مع بعض حلوين، اول ما ابتدي يبعدوا عن الحياة الروحية دخلت المشاكل، لو رجعوا تاني الموضوع، لا هو طبعا موجودة في مشاكل ما نقدرش ننكر نتيجة ضحالة الحياة الروحية، بس يا ريت انتوا بقى تكونوا بيوت كلها حلو، موجودة ما نقدرش نقول مش موجودة، عشان يعني هي مش هتبان المشكلة يعني، لو هو يعني فري قوي لدرجة ان هي خطيبته مثلا كل واحد يضحك معاه شوية وهزر معاه شوية ولا شاطرة انتي ظريفة هم زرفة خلاص. يعني حتبان وهتتعالج، المهم انها تكون قابلة ايه للعلاج، لازم تخلصه العناد. العناد بقى، العناد ده نوع من بصوا، الواحد بيتمترس خلف العناد نتيجة ضعف الشخصية. العناد مش معناه قوة يا جماعة، العنيد ده دايما ايه، هو الضعيف، بس بيتمترس وراء العناد عشان يحصن نفسه من انه يتحاور ويتهزم، او يتفاعل ويتهزم، او يتخانق ويتهزم، فيعمل ايه؟ لا
لا لا مش لا 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 بقولها كلمة لا 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 طب نتفاهم طب لا 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 خايفة تتفاهم ها وهو جايز يكون كده بس هي أكتر بتبقى يمكن شوية في المرأة بطبيعة تكوينها الرقيقي فبتلاقي إن العناد بقى ده الحصن اللي تلجأ إليه بس للأسف حصن إيه وحش جدا لأنه على طول بيحصل خلاص مدام مصرة ابتدت الأمور ما بتتحلش خلافات ما بتتحلش ما عادش فيه إمكانية تفاهم ولا حوار هادي عقلاني روحاني لا ده يقابل أي حاجة لا 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 عشان خاطر ما تمش خالص هذا كده مهم قوي إن الإنسان تاني برضو يكون قوي في المسيح يكون قابل للحوار بقى الإنسان القوي في ربنا ده هو الإنسان القابل للحوار ويفرح بأنه يتهزم لأن أنا فعلا أنا كنت غلطان وعرفت الصح من الغلط ده الإنسان القوي لكن الضعيف يخاف لأنه إيه داخل في نوع من صغر النفس ومن الذاتية والحصار جوه نفسه فالمطلوب من الزوج بقى لو لقى زوجته كده يمكن كمان شدته هي السبب عنفه بعدين بالكم يعني عنف الزوج يخلي زوجة تتمترس وراء ايه العناد لكن لو هو انسان حلو ومتفاهم لو بديها فرصة تعبر عن نفسها لو انه مرة تنزل لها لان فعلا رأيها طلع صح على طول هي تبقى ايه ريلاكس وتبقى تنمو شخصيتها وتبقى شخصية محاورة مش شخصية معاندة فهنا بقى وطبعا الوقت للأسف العنف مع المرأة كتر ومع الزوج برضو العنف كتر في البيوت يعني المظهرية بقى برضو لو مثلا وغالبا تبقى الست لكن ساعات يبقى الراجل برضو ان هي مثلا تروح مع جوزها يزور ناس قريبهم انت تلاقي رجلها شايف المكت شايف المكت شايف النجفة شايف يعني كل شوية تقعد او راكبين عربية مثلا جوز اختها مش عارف مش نغير عربيتنا نجيب حاجة نظيفة زي دي مش عارف ايه ده لو في ده لو واخدنا موتور رجل ولا حاجة هي طبعا تبقى لا هي كمان خواء داخلي خواء داخلي مش حاسة ان ربنا اغلى كنز وان الحلاوة المحبة اللي مع جوزها اغلى 100 مرة لان ممكن دول يبقى عندهم بدل العربية 2 وكل يوم خناقات ويكون انسان منحرف مثلا تبقى بكا مبسوطة في ايه هي حكاية ماديات فاذا كانت شبعانة روحيا مش هتكون انسانة مظهرية وهو الراجل برضو كده يقولك فقراء وايه وكأن لا شيء لنا ونحن ادي الانسان المسيحي بقى ده ما بقاش انسان مظهري خالص ده يبقى انسان فوق الـ 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 الماديات وال نعم لا طبعا لا انا بقصد مظهرية المغالاة لكن طبعا لازم الانسان يسموه يبقى بريزنتبل يعني يقدر يقدم نفسه للناس يعني في امريكا عندهم تعبير لطيف كده يقول لك sell yourself بيع نفسك بمعنى يعني ايه مش معناها بيع نفسك يعني لا معناها يخليك كده انسان يعني محترم في الشك هو وهي وكل حاجة وعيالهم لا طبعا دي مش هي المظهر المقصود بالمظهرية المبالغة في طلب شراء الماديات وخصوصا في مجتمع تنامى في تيار الاستهلاكية الكونسيومرزم ده عارفين مش كده دلوقتي في حاجة معروفة اسمها الكونسيومرزم كونسيوم يعني ايه يستهلك كونسيومر المستهلك كونسيومرزم معروف يعني دايما يكتبوها يعني اللي هي الاستهلاكيه النزعه الاستهلاكيه ان يعني كل يوم بيطلع لك على الشاشه حاجات جديده نجيب دي نجيب دي نجيب دي يا ستي ما احنا عندنا التانيه دي لا دي احسن سنه الله لا زميلتي جابتها وقالت انها كويسه وبعدين انا هروح اقول لهم انا اقول لهم لسه بشتغل على مش عارف الغسالة الفلانية وهي طالعة دي عندك بيسألوني في زميلاتي عندك تلاجة ايه اقول لهم لسه عندك مش عارف ايه دي لا لازم نجيب التانية دي وهكذا يعني
ده اذا كان في ثلاجه. نعم. طبعا لو ان الانسان عنده غنى جواني بيكون شاكر زي ما قال الكتاب شاكرين في كل شيء. يبقى عنده كده نوع من الرضا والقناعه ويقول لك لا احنا عندنا ثروه جوانا. يقول لك التقوى مع القناعه ايه؟ تجاره عظيمه. بسرعه برضو في 10 دقايق كده الاسباب اصل احنا ما عندناش غير حد جاي ان شاء الله مش كده؟ فانا كنت بفكر حد جاي ناخد حاجه بسيطه في الاجتماعيه دي ونتكلم شويه في تنظيم الاسره يعني الراي المسيحي فيها. احنا بنقول اول حاجه عقل وقلب، ثاني حاجه التعلق العاطفي بالام، ثالث حاجه اهمال البيت وعدم مشاركة الزوج. دول حاجات يعني. وبعدين فارق السن، فارق الثقافة، ميزانية البيت وإدارتها تعمل مشاكل، غياب الحوار ما بتحاوروش مع بعض، إنجاب الأطفال. دي حاجات تبقى إيه يعني ثنائية يعني ما اتفقوش فيها. انتوا عارفين عقل وقلب دي قلناها كتير ان دايما يعني مش ده انتقاص من المرأة. انا بزعل لما المرأة زعلانة قوي انها قلب، زعلانة انها يغلب عليها الطابع الوجداني. معنى انا عايز افهم الدنيا دي تبقى ايه من غير الوجدان ده ومن غير المحبة دي تبقى ايه يعني. ده لو الدنيا كلها رجالة ودماغها كان ده تبقى سيئة جدا، تبقى حجر حجارة بتتنطح في بعض. صحيح يعني روح الحنان ده اللي انتم امبارح عيد الام ده يعني انا عايز افهم لولا هي قلب كان ازاي تحمل وازاي تلد وازاي ترضع وازاي تربي طفل. يعني الكلام اللي قاعدين نقوله يا امي ومش يا امي ده مظبوط يعني. ما يقدرش الاب يبقى كده، ما عندوش الحته دي يعني. يعني دايما الاب اكثر عقلانيه وهي اكثر عاطفيه. ده مش وحش يعني، يعني مش ده امتهان للمراه انها كده، لان الحياه مش هتمشي الا بالاثنين، بالعقلانية التي تفكر والوجدانية تحس. مع بعض بيكملوا بعض. وقلنا لو اتقلبت الحكاية لو هي بقت عقل وهو قلب العيال يطلعوا مظبوطين. الام هي بتقود البيت وحضرته يعني مش عارف ايه. نعم. توازن انه يرعاها